وللمزيد حول قرار السودان إلغاء لجنة عمل أو عمل اللجنة التي تتولى ملف مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي والتحالف الدولي عن قصف المفاعل النووي في الثمانينات واستخدام الأسلحة المحرمة ضد المدنيين أثناء الغزو، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. حياكم الله دكتور فاروق. اهلا وسهلا، حياك الله وحيا مشاهدي قناه الرافدين. حياكم الله دكتور فاروق. يعني من جديد يعيد السودان حقيقه للذاكره اوجاع قصف الاحتلال الصهيوني للمفاعل النووي العراقي، لكن هذه المره بالغاء اللجنه التي تلاحق الاحتلال قانونيا. كيف يمكن تفسير هذا القرار من قبل السوداني في هذا التوقيت بالذات؟ الحقيقه ان هذا قبل أن نتكلم عن هذا القرار، كلنا نعلم أن الكيان الصهيوني استغل العدوان الإيراني على العراق بداية عام سبتمبر 80، ولذلك قام بضرب المفاعل النووي في 7/6/81. بعد ضرب المفاعل النووي العراقي واللي هو لأغراض سلمية، قدم العراق في تلك المرحلة شكوى إلى الأمم المتحدة كجمعية عامة وإلى مجلس الأمن، وصدر قرار الحقيقة من مجلس الأمن برقم 481، وهذا القرار أجاز للعراق أن يرفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات مادية وعن الأضرار اللي لحقت وعن الجرائم اللي ارتكبت من خلال تسرب مواد مشعة ومواد كيميائية وربما بها أقرب إلى النووية، ومن خلال تسرب من خلال تفجير هذا المفاعل تسربت الكثير من الغازات اللي كانت أذت العراقيين. للأسف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يكيل بمكيالين. كلنا نعلم أن القرارات المجحفة اللي صدرت بحق العراق بعد 91 وضعت تعويضات كبيرة إلى الكويت وإلى من تضرر من دخول العراق إلى الكويت، ونفذت القرارات بالكامل رغم أن المبالغ كانت مضاعفة ولأكثر قسم منها أكثر من 10 أضعاف في التعويضات، سواء كان لموظف يعمل في الكويت يحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية أو حتى العربية. فالعراق رغم كل محاولاته من 81 إلى 2003 لم يستطع أن يحصل على التعويضات، لا عن ضرب المفاعل ولا عن العدوان عام 91 وضرب المنشآت المدنية والكهرباء، مواد الكهرباء والمصانع والجسور، وكلنا عشنا هذه المرحلة. مع ذلك قرار السوداني الآن، نرجع إلى القرار، هذا القرار مجحف بحق العراق وما يحق له. وحسب معلوماتي أن هذا القرار اتخذ بعد ورود مذكرة من وزارة الخارجية تقدم عرض وتطالب بإلغاء هذه اللجنة، لجنة التعويضات اللي هي مشكلة من عدة دوائر، ليس فقط مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، المجلس الوطني، يعني البرلمان العفو. فلذلك لا يحق للسوداني بإصدار مثل هذا القرار، لأن هذه التعويضات هي ملك لشعب العراق. طيب وللعراق في هذا دكتور فاروق، نعم، في هذا السياق هل كان للجنة فعلا دور فاعل في يعني التقدم بهذه القضية، ملف مقاضاة الاحتلال والتحالف الدولي على هذه القضية، أما كان يعني كانت شكلية فقط؟ للأسف هي أغلب ما جرى من بعد 2003 ولحد الآن هي شكلية، وإلا الكثير من الجرائم ارتكبت بحق العراقيين. كلنا نتذكر ما أقدمت عليه شركة بلاك ووتر في ساحة النسور وقتلت مجموعة من المدنيين العراقيين، ورغم كل الدعوات اللي أنا تابعت بشكل مباشر
الكثير من احدى الدعوات اللي جرت في لندن، وقام بها المحامي عبد الحق العاني وكثير من المحامين. لم تحكم المحكمه ولم تصل الامور الى لماذا؟ لان الحقيقه انه يحاولون تسويف هذه القضايا، لان الحكم بقضيه معينه سيجرهم الى قضايا كثيره. اللجنه مع ذلك رغم انه لم تحقق شيء، لكن على الاقل جمعت الكثير من المعلومات والكثير من التقارير، وهذه هي الحقيقة موثقة في وزارة الخارجية، لأن كانت لجان مشكلة من عام 81، ومندوب العراق الدائم في الأمم المتحدة سواء كان المرحوم نزار حمدون أو الدكتور محمد الدوري أو سعيد الموسوي، هؤلاء جميعا كانوا يتابعون هذه المسائل. وكانت وزارة الخارجية في كل اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تطرح مسألة التعويضات. طيب ليس التعويضات فقط من الكيان الصهيوني، وانما التعويضات بشكل عام. طيب دكتور، وحتى الحصار. نعم دكتور فاروق، باعتقادك لما اقدم السوداني على مثل هذه الخطوة الغاء عمل اللجنة؟ يعني انا استغرب لماذا يلغي هذه اللجنة وهي لجنة قانونية ومشكلة بقرار وفيها عدة لجان، والمسألة لا تستوجب الإلغاء. ربما كان ممكن أن يدعو إلى عقد لقاءات مع ممثلي الأمم المتحدة للتباحث للوصول إلى أي مدى من إمكانية السير بهذه الدعوة، لكن أن يلغيها هذا شيء يعني مستغرب. مستغرب، هل تعرض إلى ضغوط معينة؟ هل هو قرار أمريكي أو قرار صهيوني؟ ما على وزير الخارجية إلا إصدار هذه المذكرة، وما على رئيس الوزراء إلا الموافقة على إلغاء هذه اللجنة حتى لا تكون هناك قرار من قبل المؤسسات الرسمية العراقية بالمطالبة بشكل رسمي هذه التعويضات. يعني حقيقة صدعتنا حكومة السودان والميليشيات كما تعلم، التي أوصلت السوداني إلى رئاسة الحكومة، صدعتنا هذه الجهات بمقاومتها للاحتلال، وكما تعلم أيضا تعلن من وقت لآخر أنها قصفت إسرائيل، ولكن مثل هذا القرار ألا يحرج هذه الجهات؟ هذه الجهات يعني سبق، ليس الآن، سبق أن قلناها أكثر من مرة، هي هذه من جاء بهذه الميليشيات ومن جاء بهذه الحكومة؟ الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم غربي وبدعم صهيوني، موجود حزب الله وموجود بشار الأسد وموجود حكومة العراق، هذه وإيران تغلغلها في هذه الدول، كلها مخطط صهيوني أمريكي لتدمير المنطقة وتدمير العراق بشكل خاص. ولذلك أنا أعتقد هذه الشعارات المرفوعة شعارات محاربة أمريكا ومقاومة أمريكا ومقاومة إسرائيل، هي شعارات مثل شعارات الخميني لتحرير القدس، وأول عدوان شن على العراق اللي هو العراق معروف بمواقف الوطنية تجاه القضية الفلسطينية والداعم الأساسي لقضية فلسطين. يعني في الوقت الذي أعلن فيه السوداني عن وقف عمل اللجنة، رئيس بعثة البحث عن أسلحة الدمار الشامل التي بسببها طبعا تم احتلال العراق، يفضح هذا الرجل توني بلير ويعني حكومة بوش وكل صقور الإدارة الأمريكية والبريطانية حين احتلال العراق، ويدعو بغداد لمقاضاتهم جميعا. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذا الرجل أحرص على مصلحة العراق من رئيس حكومة يزعم أنها منتخبة وأنها تمثل العراقيين؟ مع شديد الأسف بليكس الآن صرح بهذه التصريحات، عندما كان رئيس اللجنة وكان يطلع هو والمفتشين الموجودين، وكنا يعني في وزارة الخارجية على علم بتحركات بشكل كامل في كل بقعة من
أرض العراق وفي كل يعني فتحت الحكومة العراقية لأنها تعلم جيدا أنها لا تملك أسلحة دمار شامل. كان توني بليكس ما كان يقدم التقارير التي تؤكد عدم إلا في الأشهر الأخيرة قبل العدوان عام 2003. للأسف الآن بعد مرور 20 عام أو أكثر من 20 عام، يعني من 1998 هم تأكدوا بشكل كامل أنه العراق لا يمتلك أي سلاح للدمار الشامل، وأن كل الأسلحة ما ادعوها أنه جرثومية وكيميائية كانت كلها عبارة عن ادعاءات باطلة. وتوني بليكس في الأيام الأخيرة قدم تقريره كان إلى حد ما هو تقرير إيجابي، ما كان يؤكد على وجود، ولكن لم يقف بشكل كبير لدعم العراق ودعم موقف العراق للتصدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جورج بوش وإلى توني بلير اللي كانوا يقودون حملة من أجل استهداف العراق وغزو العراق. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا، حياكم الله.